إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، إنك ولي ذلك ومولاه. ثم أما بعد، أحبتي في الله، عودا حميدا إلى برنامجكم لا يفلح الساهر. كما تعودنا يعني في الحلقات السابقة أحبتي في الله، أن احنا كل حلقة بنأتي يعني بأخ من الإخوة اللي موجودين معانا في المركز، أو الإخوة اللي هم دارسين يعني على أيدينا علوم السحر، علشان طبعا الناس تشوف أو تقدر تفرق بين الراقي وبين المعالج وبين المشعوذ، إزاي الأخ اللي هو عنده علم وبيعالج فعلا، وإزاي اللي هو بيرقي بس هو عندوش خبرة غير بالرقية، انه بيرقي الجن او المس او الحسد وخلاص، وازاي ان في معالج بيعالج مرض السحر نفسه. عشان كده بنأكد ونقول يا جماعه الموضوع مش تروح لاخ او شيخ يقرا لك ايتين قران والقصه بتنتهي عند كده وخلاص، لا، الموضوع اكبر من كده. علشان كده بنقول يا جماعه في اخوه متعلمين يقدر يحدد لك نوع السحر اللي عندك، ويقدر يحدد لك نوع العلاج عشان تقدر تتخلص من كم السحر اللي عندك. واحنا طبعا على صغر في هذه الدنيا بصدد او لكي نتصدى للسحرة، وزي نقدر يعني نعرف خباياهم ازاي، ونعرف العلوم اللي هم بتعلموها كل حين والاخر عشان خاطر نقدر نواجههم. نرحب بالاخوة، نرحب اولا بالشيخ جلال الحوتي اللي هو موجود في مركز البحيرة. مرحبا شيخ جلال. مرحبا بك شيخ راضي. ونرحب بمولانا الشيخ حميدة عبد الكريم، ربنا يكرم شيخ حميدة. أهلا وسهلا. ونرحب بالشيخ سعد الأحمدي، ربنا يكرم شيخ سعد. ربنا يكرمك مولانا، جزاكم الله خير. النهاردة بقدر الله تبارك وتعالى احنا قلنا النهاردة هنتكلم على أهم الأعراض المتعلقة بالسحر السفلي، وإن هل السحر السفلي يعني هل السحر ده له أعراض تقدر تميزه من أي نوع سحر تاني؟ لكن طبعا في خلافات كتير بين الناس، هل في وجود سحر أصلا ولا لأ، وهل في جن؟ وطبعا زي ما تكلمنا الحلقة الماضية، تكلمت أنا وبحدة عن هذه المسألة، إن الجن إن القرين لا يتلبس بحد، إنه ما يلبسش حد ولا بيتكلم عليه، لكن القرين خلقه الله تبارك وتعالى للوسوسة، ما خلقوش عشان خاطر يخليك تصوت أو تصرخ أو تعمل أي فعل من ده. لكن قرين هو ممكن يعالج جن السحر في المعلومات اللي بيعرفها عنك علشان خاطر يقدر ينفذ السحر، وهما الاثنين قرينك يضغط عليك في العبادات ويوسوس لك، والجن جن السحر يضغط عليك في الجهاز العصبي ويجيب لك الامراض العضويه عشان ما تقدرش تتعبد او تقدر يعني او تنفذ الطلبات اللي جاي لها للساحر جاي له عليها، او الهمه او المهمه اللي جاي للساحر جاي له روح لفلان عشان تقدر تنفذها. اول حاجه نتكلم فيها مع الشيخ جلال على ايه الادله، او ازاي نعرف ان في حاجه اسمها سحر اصلا موجود ولا مش موجود. وطبعا الكلام ده عشان في خلاف كتير، احنا بنختصر عشان وقت الحلقه، هنتكلم مع الشيخ جلال سريعا على يعني ايه الادله على وجود السحر. الشيخ جلال تفضل. تمام الشيخ راضي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبه للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، احنا بيجينا ناس شيخ راضي في المركز بتتكلم بتقول لك انا مشيت كتير وجريت كتير وكشفت كتير عند دكاتره واخدت علاجات كتير، واخيرا قعدت مع واحد صاحب ليا كلمني كلمتين، صاحبي ده قال لي تعالى هنرجيك هنقرا عليك ايات من القران. بعد ما بدا يقرا عليه ايات من القران بدات تظهر عليه علامات معينه للسحر، فبدا يتيقن فعلا ان هو عنده سحر، بدا يروح للمشايخ، واخيرا بدا يعرف ان عنده سحر من الاسحار السفليه. وبدا الراجل ده يعني كان في 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 اول وضعه كان بينكر وجود السحر اساسا. لما كان واحد يكلمه يقول له انت عندك سحر، يقول له ايه سحر وايه معنى كلمه سحر؟ والله سبحانه وتعالى عرج على ذلك في القران الكريم في صدر سوره الاعراف. ربنا سبحانه وتعالى حدد ايات معينه في سوره الاعراف، وحدد ايات في 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 قول الله عز وجل، حوار عظيم دار بين سيدنا موسى عليه السلام وبين فرعون، وانتقل الحوار من فرعون إلى ملأ فرعون مع فرعون، وانتقل الحوار أيضا من موسى إلى فرعون، ومن فرعون إلى السحرة.
حوار عظيم دلنا ربنا سبحانه وتعالى عليه في القرآن الكريم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال فرعون: قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. يقبل دول أيتين عظيمتين الله سبحانه وتعالى أعطاهم لموسى بن عمران. سبحان الله، هذه الآيات آيات عظيمة. ولذلك لما الملأ اللي هم من قوم فرعون رأوا الآيات العظيمة مع سيدنا موسى عليه السلام، الله سبحانه وتعالى يخبرنا: وقال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. بخطب مين؟ بخطب فرعون: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكما من أرضكما فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه سيدنا هارون عليه السلام، وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. يبقى إحنا اللي بينكر وجود السحر واللي بينكر إن في سحر أصلا، يبقى رد شيء معلوم من الدين بالضرورة، رد شيء من القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول في سحر وانت بتقول ما في سحر. سبحان الله. وقال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكما من أرضكما فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. بدأوا السحرة يحددوا أجر لهم مع مين؟ مع فرعون عليه من الله ما يستحق. وبعد ما حددوا فرعون إيه؟ حب يضم السحرة له. قال إيه فرعون للسحرة؟ نعم وإنكم لمن المقربين، مقربين من حاشية الملك من فرعون. سبحان الله. نعم وإنكم المقربين. بدأ الحوار ينتقل من السحرة إلى موسى عليه السلام. السحرة دول قالوا إيه؟ قالوا لسيدنا موسى: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. السحرة طبعا في قول الله عز وجل في أول الآيات، الله سبحانه وتعالى: وقال الملأ من قوم فرعون إن هذا لسحر عليم. السحرة متأكدين إن موسى عليه السلام ساحر، ولذلك قالوا لموسى إيه؟ يا وقال السحرة يا سبحان الله لسيدنا موسى: إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. موسى قال: ألقوا. أمرهم أنهم يبدأوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ولذلك بدأ هنا ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا أن فعلا في سحر، والسحر ده وقع على العيون، والملأ اللي فرعون يعني سبحان الله جمعهم إلى يوم الزينة إلى يوم الوقت المعلوم، كل الملأ اللي واقف ده شافوا رأي عين وشافوا السحر، والسحر وقع على أعين الناس كما أخبر الله سبحانه وتعالى: وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجعلوا الرهبة في قلوبهم وجاءوا بسحر عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: أشخراضي وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك. يقبل آية العظيمة من الله سبحانه وتعالى لموسى، سبحان الله، ألقى عصا فإذا هي حية تسعى، في آيات أخرى سبحان الله: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين قالوا أمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. السحرة في الوقت ده لما شافوا فعلا إن الآيات العظيمة اللي مع سيدنا موسى دام السحر، موسى دام الساحر، الآيات دي آيات عظيمة من الله سبحانه وتعالى، ولذلك السحرة قالوا آمنا. وألقي السحرة ساجدين، الله يخبرنا بذلك في القرآن الكريم: وألقي السحرة ساجدين على الأرض قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فرعون رد عليهم قال لهم، قال لهم إيه؟ سبحان الله. وقال فرعون: آمنتم به قبل أن أذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. فرعون بدأ يتوعد مين؟ أي أن الله تبارك وتعالى خلال عشان بس نقدر نوضح، أي أن الله تبارك وتعالى أرسل سيدنا موسى أو أنزل أو بعث سيدنا موسى من ضمن الآيات اللي تخص سيدنا موسى اللي هو حرب الصحراء طبعا، أو هي إثبات إن في سحر وإن إن الناس يعني بتتوعد بالسحر وإن هي بتضر بالسحر. تمام. لذلك سحروا أعين الناس فاسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يبقى الأصل في السحر إنه ده أمر عظيم عظمه الله تبارك وتعالى وجاءوا بسحر عظيم، أي أن الله تبارك وتعالى لا يعظم شيء في القرآن إلا وهو له شأن، يعني حتى كيد النساء عظمه الله تبارك وتعالى مع أنه هو يعني شيء مبغوض أو مكروه، لكن الله تبارك وتعالى عظم هذا الأمر. ليه عظمه؟ ليه؟ لأنه هو أمر عظيم فعلا.
علشان كده عظم الله تبارك وتعالى أمر السحر في القرآن برضو وقال وجاءوا بسحر عظيم. يبقى أن الله تبارك وتعالى لما بيتكلم على في القرآن على أمر ويقول أنه عظيم يبقى الأمر عظيم فعلا. في ناس تقول لا ده الكلام ده كان زمان والكلام ده كان مش موجود دلوقتي وأن الجن مش موجود دلوقتي ده كان في أمر سيدنا موسى بس يعني فرعون والكلام طبعا ده ما علوش دليل. نتكلم مع الشيخ حميدة ونرجع لك شغلان إن شاء الله عن أعراض السحر. الشيخ حميدة عشان توعدت مشاهدين نتكلم عن أعراض السحر المدفون وكيف يؤثر السحر المدفون على جسد الإنسان كما أثر على جسد النبي صلى الله عليه وسلم حتى على البئر الذي دفن فيه السحر للنبي صلى الله عليه وسلم أثر فيه السحر أيضا. تفضل شيخ حميدة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طبعا كما وعدنا الإخوة المشاهدين في اللقاء قبل الماضي إن احنا هنتكلم عن السحر المدفون ودهمنا الوقت. طبعا السحر المدفون هو من أشد أنواع السحر ومن أخطر أنواع السحر طبعا، لأنه هو بيؤثر تأثيرا شديدا على جسد الإنسان المسحور. طيب السحر المدفون هو من اسمه هو بيكون مدفون، بيتعمل الطلسم السحر ده ويدفن في مكان، طبعا بيكون في مكان نجس أو في المقابر أو في الخرابات أو في الأمور اللي هي ما تشبه ذلك، ولازم إن هو يكون مدفون. ده طلسم السحر بيكون على هذه الهيئة وبيكون شديد طبعا على جسد الإنسان اللي هو مسحور. وهذا السحر هو الذي سحر به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن شدة هذا السحر طبعا القصة بطولها وعظمتها، الحديث طبعا إن هو متفق عليه بين الإمامان البخاري ومسلم تمام، والقصة بطولها يعلمها أهل العلم وعرضها شيق، والحديث نفسه لو تطرقنا إليه يحتاج لقاء لوحده، ولكن إحنا بنتكلم فيما يخص الأمر تمام. إن هذا السحر كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما بقول الإمام البخاري كده في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وعك أي تعب من أثر هذا السحر، وكان يخيل إليه بنفس اللفظ كده أنه يفعل الشيء وما فعله صلى الله عليه وسلم. ثم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية كما في الحديث الجميل الشيق عند البخاري ومسلم أنه قال ما بال هذا الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. هذا الرجل كان رجل يهودي من بني زريق تمام. ثم أرسل النبي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وجمع من صحابته إلى البئر ونظروا إلى هذا البئر، نظروا إلى هذا البئر وكان اسمه بئر زروان. البئر دوت من أبار المدينة يعني أو من أطراف المدينة، وكان من أفضل الماء العذب فيه، وكان من أفضل نعم كان من أفضل الماء العذب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجدوا أن هذا السحر قد غير ماء البئر حتى صارت مثل زي لون الحناء كده يعني تمام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن نخل هذه الماء صار كأنه رؤوس الشياطين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا السحر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي سحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا سحر في مشط ومشاطة وفي طلع النخل الذكر اللي هو كان طبعا حضراتكم عارفين طلع النخل وضع كتب عليه هذا السحر وسجل عليه ووضع في البئر. المشط طبعا احنا عارفينه، المشاط اللي هو ما يتساقط من شعر لحية اللحية وشعر الرأس عند القيام بالتمشيط أو التسريح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه القولة، ولذلك هذا سحر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو سحر شديد، وشفي منه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ونزلت في ذلك 11 آية اللي هم سورة الفلق وسورة الناس اللتان ما زالتا تتليان إلى اليوم وفيهما ختام المصحف الشريف. هذا هو السحر المدفون، أي أن السحر المدفون شيخ حميدة يؤثر في نعم. في جسد الإنسان كما يؤثر في البئر. نعم عشان بس في واحد يقول لك السحر مش هيأثر في جسم الإنسان، إيه اللي هيخليه أثر على جسم الإنسان؟ ده شيء يعني ما
يعني اي شيء وخلاص. لا، السحر المدفون، تخيل ان عندما دفن سحر النبي صلى الله عليه وسلم في البئر غير لون البئر، يصف النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال مولانا الشيخ حميده السحر في الماء كنقاعه الحناء، كنقاعه يعني بقى زي النقاعه بتاع الحناء او لون الحناء اللي هو يعني لون احمر او لون داكن غبي. فعشان كده من قوه غباء السحر على الماء. وبعد ما النخل نفسه اللي هو شرب من هذا البئر غير طلع النخل او غير صفه النخل فصارت كرؤوس الشياطين، وطبعا رؤوس الشياطين ديت يعني هذا النخل اللي هو زي ما يقال عند الناس يعني الوشكه التي لا تثمر، الوشكه اللي يعني تم النخل نفسه ما عادش بيثمر من غباء السحر او قوه يعني قوه السحر على هذا النخل. فتخيل هذا السحر انه وضع في انسان وطلسم وضع في جسم انسان، كيف يغير هذا الدم واللحم وهذه الاجهزه كيف يعطلها في جسم الانسان؟ فإن شاء الله نرجع للشيخ حميدة نتكلم مع الشيخ سعد. أنا دايما الإخوة اللي هم قائمين على المراكز أنا دايما نتكلم على مسائل خلافية، ودايما لازم الأخ يكون دارس المسائل الخلافية ديت. ليه؟ عشان المسائل ديت بتعرض علينا، ولازم يكون الأخ أو الناس اللي بتعالج يكون فاهم هو بيعالج إيه، أو فاهم المسائل اللي بتدور حوالي إيه، مش واحد بيرقيك وخلاص. لأ، لازم فاهم يعني إيه سحر، ويعني ضل ثمرة السحر نفسها، ويعني ايه مادة السحر، ويعني ايه النجاسة المعمول بها السحر، ويعني ايه السحر يكون عمل بؤرة سحرية في جسمك، ويعني أثر على الجهاز العضوي عندك اللي هو السحر وقع عليه أو فضل السحر فيه. الشيخ سعد في حالات كتير جات له على السحر المدفون أو أعراض السحر المدفون دوت، ودايما أنا بتكلم النهاردة أعراض السحر السفلي وبنربطها بأعراض السحر المدفون لأن هي بتقع على جسم الإنسان مباشرة، ودي أدلة من كل يوم حالات بتجينا في المركز ونعالجوها ونقدروا يعني يتخلص من مادة السحر ديت. أهم الحالات يا شيخ سعد اللي جات لك في المركز وقدرت إن احنا تخلصها من مادة السحر دي من جسمها، وكيف الطريقة التي تخلص بها مادة السحر المدفون ده من جسم الإنسان؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، من أصعب حالات أشخاصي اللي جاتنا في المركز إن ده حالة كان عندها سحر سفلي، سحر أسود، فدي بفضل الله كانت من 9 سنوات أو أكثر، طبعا بتلف على المشايخ وعانت في العلاج لدرجة إن هي يعني السحر ده عطلها يعني عن وظيفتها 4 مرات. ازاي يعني؟ ايوه، الوظيفه جت لها 4 مرات وتروح اسمها ينزل في الوظيفه، بعد كده تروح تستلم الوظيفه تقول لك ملاش اسمي موجود خالص. ازاي؟ تقول لك انا مش عارف 4 مرات. بعد كده كذلك برضو الزواج، يعني مش مثلا مش الوظيفه بس او الزواج بس، لا، ويعني سواء مثلا وظيفه او زواج او الم في الجسم الى غيره. طبعا الزواج يجي لها طبعا حد يتقدم لها وبعد كده ما يحصلش نصيب، او طبعا يحصل بعد كده الحاجات تروح بيت طبعا الشقه بتاعتها اللي هي الشقه الزوجيه وكده، بعد كده الحاجات ترجع تاني على اقل خلاف. يعني عانت لمده 9 سنوات، فبفضل الله اولا واخيرا جات المركز الحمد لله رب العالمين اتعالجت. ايه هو العلاج الصحيح؟ احنا قلنا قبل كده وهنقول وبنقول بفضل الله عز وجل ان العلاج الصحيح اولا اخراج الطلسم من داخل الجسم، الاول نخرج الطلسم من داخل الجسم، وبعد كده المريض بيمشي على برنامج معين الى نهايته. طبعا السحر ده طبعا كان مرشوش مشروب ومدفون، كان يعني سحر شامل مركب. طيب، لذلك يا شيخ رضي يعني بتجيلنا طبعا ناس عندها من قبل الاصحاب دي، والسحر ده الحمد لله رب العالمين الحاله اللي بتكلم عنها دي بفضل الله يعني دلوقتي اكتر من 95% نجاح وخلاص الحمد لله رب العالمين، اصبحت ان هي بتصلي والحمد لله رب العالمين ما فيش اي اعراض في جسمها خالص نهائي الى غيره. طيب تيجي الحالات زي كده يا شيخ رضي تيجي تقول طب انا عندي يا شيخ سحر مدفون، ازاي ان انا اخرج السحر المدفون وينتهي؟ لازم تجيب لي السحر المدفون. فطبعا الناس ما يعني مش عارفين ان السحر المدفون ده يعني الشياره بتاعته من خارج الجسم الى داخل الجسم. طيب ازاي ان انا انهي السحر ده واجيب؟ احنا ما بجيبش سحر مدفون زي ما حضرتك اتكلمت فضلت واتكلمت كده، ولكن احنا بنفسد الماده اللي هي شغال عليها السحر الخارجي اللي هو خارج الجسم، زي المرشوش او المنفوخ مثلا ماكول او منفوخ مشروب او المعلق او المدفون. الاساس او الشيء الاساسي هو في داخل الجسم، فاحنا بنخرج هذه الماده من داخل الجسم اللي هو الاساس نفسه اللي هو يعني سواء جهاز استقبال او جهاز ارسال
ايه يعني جهاز ارسال وجهاز استقبال؟ جهاز ارسال يعني المشروب والمأكول داخل الجسم، والمرشوش خارج الجسم وداخل، يعني الاشاره من الخارج والاستقبال من الداخل، يعني وكذلك المدفون والمعلق والمنفوخ برضه بينفخه الساحر او الجن نفسه بينفخه على اكل معين او على شرب معين. ازاي ان انا اخلص المريض من هذه الماده؟ ان احنا بنخرج له ماده السحر اللي داخل الجسم. بعد كده الماده الخارجيه دي او السحر المدفون ده او المعلق او المنفوخ او المرشوش ليس له اي قيمه. يبقى لازم نعرف ان احنا بنضيف لك ماده السحر، احنا ما بنجيبش اصهار، ما بنجيبش السحر المدفون. واحنا بنقول كده الشيخ يعني جزاه الله خيرا النبي بيقول الكلام ده كثيرا يعني، بس احنا بنخلصك من مرض السحر نفسه اللي هو اساس في استقبال الاشاره من الخارج او ارسال من الداخل. عشان كده دايما الاخ لازم الاخ يبقى فاهم ايه الفرق بين ماده السحر والنجاسه السحر. كل نجاسه تبقى متعلقه بعلاج معين. عشان واحد يقول لي انا رحت للشيخ راضي وخدت نفس البرنامج، عندي سحر ماكول خدت نفس البرنامج وخدت، لا، في رقيه معينه على العلاج اللي انت بتاخده، او في العلاج اللي انت بتاخده نفسه بيختلف من حاله لحاله، وبيختلف من نوع عشبه لنوع عشبه تاني. عشان كده دايما انا يعني في حد يقول للشيخ انت ممكن يكون علاجك مكلف شويه، هو علاجه مكلف شويه عشان انا والله يعني مثلا احنا بنعالجه بالاشواجندا. انت هات اي حد وقول له روح هات اشواجندا من اي مكان، هات مثلا حليب شوك، هات مثلا عسل منوكة، هات عسل أسل، هات كذا هات كذا، هات عسل بلدي مش متغذي سكر، النحلة بتاعته نفسها مش متغذية سكر، عشان يقدر ينظف بلسم السحر ده من الدم. السحر دي نجاسة داخل الجسم بتجري في دمك، والجن بيركز على المفاصل نفسها وبيزود مادة السحر في المفاصل نفسها. دايما المسحور يقول لك انا عندي المفاصل كلها ملتهبة، انا عندي دايما عندي اخر فقرة ظهري تعبانة، انا عندي دايما التهابات في اخر مؤخرة رأسي. ليه؟ لان دايما الجن بيضع يعني بلسمات السحر ديت على مسام او مداخل الجهاز نفسه او العضو نفسه عشان يأثر عليه، او بيخنق الدم اللي داخل العضو دوت عشان يأثر عليه. الشيخ جلال يكمل لنا يعني ايه الموضوع عن السحر، وازاي نقوله ان السحر ده فعلا امر واقع، كما استدل الشيخ حميده بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وان ده امر واقع، وستين عائشه سحرت رضي الله عنها وارضاها، وطبعا ده امر واقع ولا ينكره يعني عاقل. وفي واحد يقول لك في فرق بين يعني ما تقوليش سنه، يعني واحد يقول لك لا يا عم ما تقوليش سنه، ما السنه مختلف فيها. طب لا ده النبي ما سحرش، مش معقول النبي يسحر، لا ده واقع، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر وسحر، يعني عشان خاطر نعرف احنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر، ويعني يعني هو معصوم ولكنه بشر، يعني يمرض كما يمرض البشر ويموت كما يموت البشر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، اي يعني هو لا يلبسه الجان، لكن هو اتاه السحر، لان السحر ده طلسم ما بيعرفش او يفرق بين الطالح والصالح، او يفرق بين النبي او غير النبي، لان ده مرض دخل جسم النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم من اسباب موته كان سم اليهوديه، وكان من اسباب موته مرض السحر اللي هو دخل جسم النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ جلال، ايه الثاني عن يعني الادله على وجود السحر، وكيف قصه سيدنا موسى مع فرعون عليه من الله نستحق؟ طبعا شيخ راضي، سيدنا موسى عليه السلام نبي من أنبياء أولي العزم الخمسة. ربنا سبحانه وتعالى يعني سبحان الله يعني حتى في الآية الكريمة ربنا سبحانه يقول وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وحتى سبحان الله سيدنا موسى نفسه لما ألقوا حبالهم وخيل لهم أنها إيه؟ أنها تسعى، وخيل وسبحان الله يعني وسيدنا موسى لقى رهبة في قلبه وسبحان الله وخاف من الأمر ده، ولكن الله سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى خذها ولا تخف سنعيدها إلى إيه؟ سيرتها الأولى، هي عصا موسى عليه السلام. ولذلك إحنا الناس اللي بتنكر وبتقول لك ما فيش سحر وما فيش حاجة اسمها سحر، الله سبحانه وتعالى أثبت ذلك في القرآن الكريم. ولذلك الله سبحانه وتعالى وألقي السحرة ساجدين قالوا أمنا برب العالمين رب موسى وهارون، قال فرعون أآمنتم بي قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. بدأ يتوعد فرعون السحرة لأنهم أمنوا بمين؟ بفرعون، وخزلوه أمام موسى عليه السلام. فحينئذ السحرة سبحان الله تيقنوا ورأوا عين يقين أن الله سبحانه وتعالى إن هذه الآيات آيات عظيمة من الله جبار السماوات والأرض. سبحان الله، رأوا أن هذه آية عظيمة مش سحر، زي ما قال لهم فرعون إن هذا لساحر عليم. سبحان الله، فبدأ يتوعدهم
لا قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. يعني اعمل اللي انت عاوز تعمله. يعني احنا الموضوع خلاص عندنا. اذا سحر الساحر سبحان الله يعني. واي حد يقول لك انا معايا جن بنعالج بيه وتاب ربنا يتوب عليك. سحرت فرعون تابوا ربنا تاب عليهم طبعا سبحان الله. يعني انتهوا عن عمل السحر. فبالك انت بقى لما تكون انا بتقول معايا خدمه او معايا جن بنعالج بيه او بنبحث بيه على اثار او غيره لا انت ربنا يتوب عليك. فما تخليش الجن نفسه يوهمك ان انت مالكش توبه عشان يفضل يضغط عليك. طيب يا شيخ جلال ايه اعراض يعني اهم الاعراض اللي بتظهر على السحر او زي السحر بكل واقع على جسم الانسان اعراض السحر المشروب او غيره يعني سبحان الله يا شيخ راضي. احنا بيجينا ناس كتير جدا يعني وكانت عندي ناس والله كان عندي اخت في مركز الاسكندريه كانت بتقول انا بنحس الاسبوع اللي فات ده والله من يومين اثنين كان بيطلع من دماغي بنحس بخنافس تطلع من دماغي لما بنغمض بنشوفها. انا سبحان الله استغربت الامر ده جدا يعني. واحد جاي بيقول انا بنشتكي من بطني سبحان الله بنحس ان انا بنطلع شعر من بقي والله. وفعلا واحده بتقول والله العظيم انا فعلا فيه شعر بينزل سبحان الله اكرمك الله من 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 من, من, من الرحم عندها سبحان الله. فلذلك يعني مستغربه تقول الشعر ده دخل في بطني ازاي سبحان الله. ولذلك يعني احنا بننفرد بالامر ده ان جلال برضو احد الناس قال برضو قال لي بيخرج منه شعر. ايوه سبحان الله شعر من بقه كتير جدا. ولذلك احنا بننفرد من كانت بتقول انا ما اكلتش وانا هناكل شعر. قلت لها يا ستي سبحان الله الجن المكلف بالسحر اللي بيكلفه الساحر بقوم بتوكيلك طلسم السحر وانت نايمه بالليل ويستقر طلسم السحر ده في المعده واحنا بامر الله تعالى بنقوم على اخراج طلسم السحر ده زي التليفون ده مباشره. التليفون ده في شريحة معينة إن نزعنا الشريحة دي من التليفون ده مش هيكون من أي عمود إرسال أو شبكة إرسال إرسال على التليفون. إحنا بنقوم بنفس العمل ده بننزع طلسم السحر الموجود داخل جسمك ولذلك مش المنفوخ هيبث إشارات مش هيلاقي المستقبل عندك هنا المدفون هيبث إشارات مش هيلاقي المستقبل المستقبل في بطنك في جسمك. ولذلك بنخلصك من طلسم السحر بأمر الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء في القرآن الكريم. ولذلك اللي احنا بنفرد بيه شيخ راضي وربنا سبحانه وتعالى يعني يجعلنا من عباده الصالحين القائمين على أعمال الخير بأمر الله تعالى. أول مسألة لازم نتطرق له ولازم نبقى عارفينها إن في فرق بين الجن وفرق بين السحر نفسه. السحر ده مرض محسوس ملموس دخل جسمك حاجة مادة نجس دخل جسمك لها طلاسم ولها نجاسة ولها مادة انت اكلت عليها مادة السحر وديت. طيب واحد يقول طب الشعر هيدخل ازاي يا شيخ؟ احنا قبل كده قلنا يمكن جبنا صور او حاجات احنا كنا طلعنا الحاجات دي فعلا من معدة الانسان نفسه لان الجن بياخد الشعر الانسان ده هو عشان خاطر يلفه على مصرانه او يضيق بيه شرايين معينة بجسمه وياخد دايما يخلي الانسان يقول لك انا بنحلم ان بنطلع شعر من جسمي او بنحلم ان انا يعني بنتقيا شعر او بنحلم ان بننزل شعر في البراز او البول. وطبعا ده بيكون فعلا السحر فعلا معمول على من شعر الانسان ده هو لدرجه يقول لك انا قصيت شعري من شده التلبيد او من شده انه شعري ماسك في بعضه بتروح تقصه تخلص منه. وطبعا الجن هو اللي بيكون مسؤول عن الاشياء ديت ومن افضل الحاجات اللي يعملها الجن انه بينفس على شعر الانسان نفسه بينفس يعقد العقدة من شعراء وينفث عليها يعني زي ما قال الله تبارك وتعالى من شر النفاثات في العقد انه بينفث على هذه الشعر عشان يتعقد حالها اكتر واكتر واكتر ودايما تلاقيه عنده مشاكل وعقد في حياته ودايما تلاقي شعراه من الخلف معقود في بعضه. شيخ حميدة اهم الاعراض سحر المدفون. طبعا قلنا ان السحر المدفون دهوت من اشد انواع السحر تأثيرا ونقف بس نقطة بسيطة إن كل الأمم بالنسبة لقضية السحر كل الأمم اللي موجودة على الكرة الأرضية إلى يومنا هذا من آدم إلى يومنا هذا تؤمن بوجود السحر وكل الأمم من الخليقة من بدء الخليقة إلى يومنا هذا حذرت من السحر وكانت تبحث عن علاج السحر والكلام ده موجود حتى في الكتب السماوية اللي هي بتتكلم عن حرمة السحر وكتب السماوية الأخرى اللي هي قبل القرآن والأمم المعاصرة وغيرها. تمام؟ طيب حتى في العصر اللي احنا عايشينه يا شيخ حميدة نعم. دايما واحد يقول لك اشمعنى المسلمين بس اللي بيجيلهم السحر او هم المؤمنين بالجن نعم. او بيسحروا يعني لا كل الأمم هو كل الأمم حتى كل الأمم. الواقع يمكن انا قلت الكلام ده قبل كده الواقع واقع الدراما بتاع الدولة نفسها أو المكان نفسه هو اللي بيفرض نفسه على المكان. دايما تلاقي مثلا أفلام هوليود وبوليود وأفلام اللي هي بتاعت الغرب ديت دايما تلاقي فيها جن وعفاريت وصحراء
وانسخط ومصاصين دماء والى اخره. ليه؟ لان ده الواقع اللي هم بيعتقدوه. دايما تلاقي الواقع اللي بيعتقده المكان نفسه او الدوله نفسها بتلاقي الدراما بتاعتها بتمثل هذه الاشياء. وطبعا ده واقعهم عايشينه عشان دايما يضربوا لنا امثال في افلامهم وحاجتهم. ده عشان واحد يقول لي شيخ ده اشمعنا احنا مسلمين ده احنا بنقول الاذكار وبنعمله كذا 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 يجي لنا سحر ليه؟ ده اذا كان الكفر عشان الكفر اصلا او الغرب نفسه هم عندهم ده متاصل فيهم اساسا فما بيحسوش بالاعراض زي ما احنا بنحس بيها لان احنا مسلمين وموحدين بالله. اتفضل مولانا. بالنسبه ندخل في الاعراض عشان الوقت عشان الناس تستفيد. اعراض السحر المدفون طبعا احنا قلنا ان هو مدفون ومدفون في نجاسه تمام ومدفون وسط مقابر. فاول شيء هنخلي بالنا منه ان هو دايما الشخص اللي هو مسحور بسحر مدفون ان هو دائما ما يشم رائحه النتنه. تبص تلاقيه ان هو بيشم رائحه نتنه. رائحة النتنة ديت ممكن يشمها في نفسه أو في ملابسه تمام أو في زويه والناس اللي هم جنبه أو في المكان اللي هو دائم الاستقرار فيه. وديت الرائحة النتنة ديت سببها إيه؟ سبب الرائحة النتنة اللي هي ريحة نطانة طلسم السحر الأساسي أو السحر نفسه اللي هو مدفون في وسط المكان بيستمد منه هذه الرائحة ثم تبث عن طريق طبعا الجن المكلف تبث للشخص فتجي يحس دايما بوجود هذه الرائحة كما ما هو موجود في الواقع عندنا من خلال الحالات التي قمنا بعلاجها. أيضا الأمر الثاني إن هو دايما تبص تلاقيه إن هو دايما يشعر بتنميل تنميل في جزء من أجزاء الجسد أو إن هو يشتكي إن جزء من إيده مثلا بتنمل والإيد الثانية لأ ودي ظاهرة مقلقة له. يشتكي إن هو مثلا إيد بتعرق أو لا يشتكي كذلك إن القدم يعني إن هو دايما تبص تلاقي عنده جزء بيشتكي منه في جسده من ناحية التنميل تمام. أيضا بيشتكي إن عنده أحد شقيه الشق بتاع الوجه مثلا يعرق والشق الثاني لا. طيب إيه تفسير هذا النوع من المشكلة اللي عند الشخص؟ تفسير هذا النوع إن هو الجني اللي هو قائم على بس هذه الأمور عنده عن طريق السحر اللي هو موجود المدفون ده هو إن هو بيتغير مع درجات الحرارة فبيحب إن هو يثبت نوع معين عند الشخص على حسب يعني درجة مع درجات الحرارة في المكان المدفون فيه السحر. الشيخ حميدة الله ينور عليك. أيا كان في مقابر في أماكن نجسة في خرابات في مزابل بيتغير مع مناخ الفضل. الله ينور عليك. مع المناخ اللي هو موجود فيبدأ دايما الشخص يحس زي حالات بتيجي بنفس النوع وبتقول لك أنا بنحس إن أنا عندي جزء من جسمي بارد شديد البرودة وجزء التاني لأ. سبحان الله. أنا بنشتكي مثلا إن كان النهاردة العصر حالة موجودة معايا كان يقول لك أنا نشتكي من برودة القدمين في كل وقت بنشتكي من البرودة دي موجودة معايا على طول. فطبعا مع الأعراض التانية ده سحر مدفون وبتبقى علامة من علاماته. أيضا من علامات السحر المدفون اللي هو كثرة رؤى المقابر والأحلام بالخرابات والأحلام بالمناطق المهجورة. إن هو يقول لك أنا بنحس إن أنا في وسط المقابر على طول أنا بنحس إن أنا بنندفن في وسط المقابر. أحد الناس كان من يومين تقريبا وربما هو بيسمعنا دلوقتي حتى أنا قلت له هنتكلم عن السحر المدفون وهنتكلم عن النقطة بتاعت اللي أنت تكلمت فيها دي. فقال لي إن شاء الله يعني دايما كان يحس إن هو بيندفن وسط ناس وإن هو بيحمل نعوش وبيدخل جثث في المقابر. يا سبحان الله سبحان الله. ديت موجودة عنده. جاني واحد يا شيخ حميدة بنفس اللفظ ما أنت بقول كده فعلا يعني قال أنا بنحس إن أنا بنندفن والله وفي الكفن بتاعي ودني تحاسب. شوف لدرجة دي إنه حس الإحساس ده فعلا يعني في ناس بتحاسب وتكلمه سبحان الله لدرجة نعم. يعني سحره من زمن مديد في قبر مع ميت سبحان الله يعني. طيب شيخ حميد عن برضه احنا عشان دايما من ايه بنقصل مواضيع السحر مرض دخل جسمك عمل لك اعراض. شيخ حميد بيتكلم عن السحر المدفون بيقول لك السحر المدفون بيأثر على جسمك فين بالظبط في جسمك. طيب الشيخ سعد السحر المشروب بيأثر على فين في الجسم؟ بالنسبه للسحر المشروب طبعا بيأثر على البطن طبعا. تمام. اول حاجه طبعا بتشرب السحر المشروب بعد كده بيعمل سخونه نار في المعده. تمام. يعمل طبعا خمول جنسي يعمل خمول جسد الانسان
يعمل طبعا الانسان دايما طبعا يحس ان هو عنده حموضه وحرقان على صدره دايما، يقول لك انا حاسس ان انا عندي حموضه وحاسس ان انا فيه نار على صدري. طبعا تاثير ايضا كما قلنا قبل ذلك تاثير في الكليتين، لكن عندي كليتين حاسس بيهم بالم شديد. ايضا طبعا حرقان في البول، حس انه عنده دايما حرقان في البول، اكل شيء من الطعام كان بيحبه قبل كده اصبح ان هو يعني ما بيحبوش بعد ما اصيب بالسحر ده. وكذلك برضه لان ممكن يكون السحر ده شيخ سعد في نفسي في 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 نفس نوع الطعام اللي هو كان بيحبه وبدا يكره اللي هي السحر اللي هي ماده السحر نفسها هي اللي وزي ما احنا قلنا قبل كده ان طبعا الناس تقول لك انا ما اكلتش عند حد ولا شربت عند حد، واحنا طبعا قلنا يعني قبل ذلك في قبل شويه كده احنا قلنا ان طبعا سحر منفوخ ماكول او منفوخ مشروب، يعني الجن ينفخه على الاكل او شراب، نعم، او على نجم معين، فاصبح انه سحر منفوخ على الطعام. ما حدش جاب لك وحط لك، يقول لك طب انا خلاص يعني جت الحاله الشخصيه الاسبوع اللي فات لما سمعت الحاله بتاعتنا الماضيه وقالت خلاص انا كل ما انت خلاص ما انني هشفى من السحر، وان خلاص ربنا يشفيني من السحر وهتعالج من السحر، خلاص هي الجن ينفخه تاني. لا، الموضوع ده مش صحيح. اللي يتفكر ان الجن قاعد هو ينفخ للناس كده في الاكل، لا طبعا، التلصم عادي مخرج من الجسم، خلاص الجن ملوش دعوه بيك خالص. لان الناس بقى موصله رساله او المعالجين موصلين رساله شخصا للناس ان السحر بيتجدد، فانا هنفضل طول عمري رايح للشيخ وجاي من عند الشيخ عشان السحر بيتجدد. يا جماعه قولا واحدا، ما فيش سحر بيتجدد، لكن الجن هو اللي بيغير اهدافه او بيغير الاعراض عند المريض نفسه عشان يوهمه ان انت رحت للشيخ وتعالجت وكمان شهر ولا شيء تعبت تاني، وبتروح للشيخ تاني يقول لك اصل السحر اتجدد عندك، والقصه مش هننتهي منها ولا هنخلص منها. اتفضل. لذلك يا شيخ خالد يعني الناس تيجي برضه تقول لي انا رحت للشيخ اتعالج، قال لي القرينه بتاعتك هي اللي مأثره عليك، الطبيعه بتاعتك هي اللي بتخليك ما بتخلفيش، القرين بتاعك هو اللي مخليك ان انت ما بتشتغلش وان انت نايم وان انت عندك خمول. ازاي القرين ماله؟ انت يا شيخ خالد يعني اتكلمت حضرتك يعني، ولكن برضه احنا نبين للناس برضه ان القرين مالوش دعوه طبعا بالانسان خالص، مالوش دعوه بالشغل، الا اذا الناس طبعا لو هيمنعك عن العمل او هيمنعك عن الانجاب، يبقى محدش مفيش واحده تنجب خالص ولا حد هيشوف شغله، ولا القرين له سلطان علينا انه ما يخليش دي تنجب او خلي دي تتزوج او غيره. طبعا طبعا، القرين ربنا خلقه الوسواس بس. مظبوط، تمام. ذلك ربنا قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد. فالقرين ده كافر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حينما جاءت السيده عائشه ودخل عليها وهو غاضبا فقالت يا رسول الله أو مع كل إنسان الشيطان؟ حاول الطغار دفت الحوار، قال نعم. قالت أو معك شيطان؟ قال نعم، ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. لذلك سمي الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال ابن عباس الشيطان جاثم على قلب آدم، كلما ذكر الله خنس أي كف وانقبض، وكلما غفل عن ذكر الله عز وجل وسوس له مرة أخرى. يبقى اللي بقى القرين ده اللي هو الشيطان نفسه اللي مع كل إنسان منا ده، يعني دايس على أنفك مش سايبك أنت، وسوس له أنت، ما تسيبش الشيطان ده اللي هو القرين يوسوس لك. ولكن هو ليس له دخل بالإنجاب، وليس له دخل طبعاً بالأمراض اللي هي الروحية إلا غير ذلك. ده شغلانته أنه يوسوس للإنسان، وأنه هو برضه بيعين جن السحر على المريض نفسه، ان هو بيتعاون مع جن السحر اللي هو داخل الجسم على المريض نفسه، اصبح ان هم اتنين عليك يضغطوا على جسد الانسان وعلى الجهاز العصبي عشان في مصلحته، وده كافر. تمام. والجن ان كان طبعا مسلم غير مسلم فهو عاصي، تمام، وجاي علشان ينفذ خطه معينه، فده بيتعاون معاه. ولذلك هو توعد الشيطان، توعد بني ادم، يعني سبحان الله، قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجدن اكثرهم ايه شاكرين. سبحان الله، يعني وتوعد امام الله عز وجل انه حيغوا ابن ادم، بس الله سبحانه وتعالى قال عبادي ليس لك عليهم سلطان. سبحان الله. لذلك طبعا يعني من اشهر الحالات الشخراضي هناك، او من اشهر واكثر الاصحاب اللي هي بتورد عليها هناك، اللي هي الاصحاب طبعا السفليه، بما اننا نتكلم عن اهم اعراض السحر السفلي، هو طبعا سحر سفلي بعدم الزواج، ودي طبعا له طبعا تاثير او له غرض من قبل اليهود الذي يعني بثوا هذا السم في بلاد المسلمين، اللي هو السحر السفلي بعدم الزواج. ليه؟
لانتشار الفاحشه في بلاد المسلمين. السحر الثاني اللي هو سحر طبعا سفلي بعدم الانجاب. طب تزوجت بعد كده ان هو سيطر عليه اللي هو الهدف منه يا مولانا. ايوه الهدف منه اي الهدف من السحر اللي هو طبعا ان هو طبعا يمنعها عن الانجاب. بعد كده السحر سفلي بعدم بوقف الحال بالفشل عن الدراسه. يبقى لازم المعالج يكون فاهم هو بيعالج ايه عشان يقدر يفرج هدف الجن ايه في المساله ديت او السحر ده جاي لي ليه. تمام. عشان خاطر عدم زواج ولا عدم انجاب ولا عدم ممكن يكونوا كلهم وقف حال عام مثلا وهم كلهم متجمعين والجن هو اللي بيبدا ايه يبس هذا في ونقول للناس برضه حضرتك يعني قول للناس برضه بعز حضرتك يعني قول للناس ان مهما كان ده السحر صعب ولكن سهل ومهما كان سهل صعب. ازاي؟ لو كان عندك سحر مفرط صعب لو سبته في جسمك هيجيب لك امراض ويدمر لك جسمك. لو كان عندك سحر سفلي مش صعب يتعالج، سهل يتعالج ولكن اصعب ان تتركه في الجسم لانه بيأثر على اعضاء جسمك ويجيب لك امراض عضويه تفضل طول عمرك تعاني من هذه الامراض ولا تعالج. نعم تمام. طيب شيخ سعد، هو الشيخ طبعا عشان الشيخ سعد على صغر في الصعيد طبعا احنا نعلم ما في الصعيد من اسعار وغيره، وطبعا هو يعني هناك لوحده، وان شاء الله انا وعدت ان شاء الله خلال الاسبوع اللي هو مش ده اللي بعده ان شاء الله ان نكون موجود معاه هناك ان شاء الله، نقعد 3 ايام هناك نقدروا برضه يعني نساعده الشيخ سعد على ايه على هذه المسائل يعني، لان طبعا الصعيد فيها مسائل دي كتير، لان في طبعا الناس بتاخد الموضوع كايه بتستسهل يعني يقول لك انا خلاص هنتعب فلان ونروح نعمل له ساحر مثلا هندفع 1000 جنيه للساحر وهندمر حياه بني ادم. وده مش في الصعيد بس عشان برضو ما نختص اهل الصعيد بيه، لا، لكن احنا نضرب مثال للشيخ سعد على صغر هناك يعني هو ايه فاهم هو بيعمل ايه يعني. لكن كل الاماكن فيها اسحار وكل الناس بتسحر وكل الناس بياتيها امراض، لكن واحد يقول للشيخ طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءه سحر؟ طب هو مرض بالسحر؟ طب لا ده النبي ما جالوش سحر. طيب كل الكلام دوت ده واقع احنا عايشينه، والنبي صلى الله عليه وسلم سحر تشريعا لنا ان موجود السحر موجود الجن وكيف انه يقدر ياثر على حياه الانسان ويدمر حياتهم. من اهم اعراض السحر شيخ جلال سحر العامه، لو انسان واكل السحر والسحر ده من زمن أكبر مكان ممكن يأثر عليه في جسمه إيه؟ اللي هو كاري السحر نفسه. طبعا يا شيخ راضي السحر لما بخش جسد الإنسان سبحان الله وخصوص السحر المأكول والمشروب بتبدأ تمتصه الأمعاء الدقيقة من المعدة بتوصله للكلى يوصل دم الإنسان. لما بيوصل دم الإنسان بيستأصل يوصل للنخاع ونوصل الأماكن في جسم الإنسان والعياذ بالله ما بيسبش الإنسان إلا بأمراض يعني سبحان الله سرطان مثلا والعياذ بالله أمراض في أمراض المناعة. ممكن جالنا راجل، الراجل ده من محافظة الغربية من حوالي شهرين والله العظيم، الراجل ده يمكن سامعني دلوقتي، الراجل ده سافر برا أمريكا وعمل سبحان الله عمليات في النخاع عنده وعملها مرة تاني وفشلت، وأخيرا قدرا بيتفرج على البرنامج فشافنا وقدرا بأمر الله تعالى جانا وعالجناه. والله العظيم الراجل ده فعلا بدأ يحس بتحسن شديد جدا، لان كان السحر سحر سفلي معمول بنجاسات بنجاسه دم دوره والعياذ بالله، وبدا تمتصه الامعاء زي ما قلنا وصل النخاع عنده وبدا يدمره حتى بصره نفسه سبحان الله. يعني بدا يقول انا بحس بغمامه قدام عيني مش شايف، عدم تركيز، توهان، ما سبحان الله بنقوم من النوم الصبح كاني ما نمتش تماما، مخه شغال طول الليل ما بيفصلش، بقول بنحس ان انا بنطلع في عالم اخر، عالم تاني سبحان الله. يعني ناخد سمر شو جلال ناخد سمر تمام ان شاء الله. اتفضلي يا سمر. السلام عليكم. الو اتفضلي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. جلال معايا؟ انا الشيخ راضي والشيخ جلال اهوت والشيخ حميده والشيخ سعد اخوه كلهم يعني موجودين يعني. انا بشكر جلال قوي. ربنا يكرمك يا رب. هو سامعك يا الشيخ جلال. شكرا على اتصالك يا سمر. انت عامله ايه يا سمر دلوقتي؟ تمام الحمد لله. ايوه الحمد لله. ربنا يحفظك يا سمر ويتم شفاك بامر الله تعالى. متشكرين على اتصالك يا سمر. نشكرك. طيب عشان كده دايما بنقول ان السحر ده مرض، ده بيدخل جسم الانسان اثر فعلا، لان السحر لو كان سفلي وكان معمول بنجاسه
ومعمول بنجاسه، يعني انه يعني بياخد دم الحيض مثلا ويدخل بيه او يدخل هذا الطلسم من جسم الانسان، عشان ايه؟ عشان السحر لما يكون معمول من الدم نفسه بيتعرف على الدم فعلا، وبيكون فيه الخصائص بتاعه الدم عشان يكون سريع في امتصاصه ويوصل للاماكن اللي هي تضر الانسان او تاتي له بالامراض، زي الاخت اللي كانت عندي يوم الجمعه، وكان طبعا كل عندها نزيف بقاله 12 سنه نزيف، والله بتقول يا شيخ انا قسما بالله ما في يوم بيمر عليا الا وبننزل دم كاني مذبوحه. وطبعا لما عالجناها يمكن اتصلت وقالت يا شيخ الحمد لله احنا يعني النزيف توقف، والله ده من اول جرعه في العلاج، عشان واحد يقول يا شيخ احنا بنعالج السحر في يوم واحد، ازاي يعني تعالج السحر في يوم واحد؟ كلامك يعني كلام اوفر شويه ومش معقوله اتعالج السحر في يوم واحد. لا، لو احنا اعتقدنا يعني ايه سحر او عرفنا يعني ايه كلمه سحر طبعا هنعرفه ازاي نعالجه. لكن لو انت دايما معلق دماغك بالجن بس، هتفضل طول عمرك فين؟ مع الجن، والجن عمل والجن عمل والجن عمل. وطبعا اللي بيشارك اكتر في الجن نفسه القرين، قرين بيعمل عمايل ويتهنها في جن السحر، وجن السحر بتروح للشيخ او المعالج يقول لك اه ده الجن اللي عمل لك، وطبعا هو مش الجن اللي عمل لك الاشياء دي كلها. شيخ حميده، السحر المدفون وجن السحر المدفون، وليه جن السحر المدفون بيكون يعني اقوى من اي نوع جن تاني، وبكون علاجه صعب شوية، وبكون تأثيره على جسم بعفونة أو دايما الإنسان يشم بريحة عفونة أو غيره؟ نعم، لأن هو بيستمد هذه المادة، تمام، بيتحرك من خلال المادة اللي هي موجودة دية، المادة النجسة، تمام، ويبدأ يبث الإشارات بتاعتها على الجسد. وبيكون أيضا السحر المدفون هو شديد الخطورة بالنسبة للشخص، لأنه هو بيأثر على نفسية الشخص تأثير شديد، بيضرب الحالة النفسية عند الإنسان اللي مصاب بسحر مدفون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إزاي يعني؟ تبص تلاقي أن من أخطر ما يصاب به الشخص أن هو دايما حاطط في عقله صورة الموت، أنك هتموت. الحالة اللي كانت الشخص اللي هو قال لي يتكلم عن حالتي اللي كنت نذكر جزء من أعراض مشكلته، كان بيقسم لي بالله بيقول لي إن أنا يوميا أنا عندي إحساس إن أنا هنموت. رحت كلت، يقول لي إن أنا بناكل آخر في دماغي كده آخر وأكله عشان هتموت. رحت صليت، خلي بالك اعمل حسابك دي آخر صلاة عشان هتموت. سبحان الله. رحت كلمت، خلي بالك كلم أختك واتصل بيها عشان هتموت. قال لي أنا في حياتي ذكر الموت بطريقة، وعمره ما يحس بمتعة الحياة، سبحان الله، يعني طول عمره ما يحس بمتعة الحياة وهو بفكر في الموت. نعم. يعني فهو من أشد ونبضات قلب سريعة جدا عنده. نعم. سبحان الله، يعني يقول لك نبضات بخوف شديد جدا، نفس الأعراض حضرتك اللي انت سبقتنا في الحديث إليها شيخ جلال جزاك الله خير، كانت عند الأخ دوت. قال لي أقسم بالله أن يعني نفسيته هو من أشد الأسحار تأليما، لأنه بيأثر ويضرب الحالة النفسية للشخص. أيضا بيديله خوف شديد، حتى بيضطر بعض الأشخاص أن هو ما يحضرش الجنازات ولا يشيع الجنازات ولا عاوز يصلي على ميت، ويخاف أصلا من المقابر، يرتعب من المقابر، يرتعب من صورة لو شاف حد ميت أو تذكر حد ميت أو الكلام ده، لأنه هو طبعا بيعيشه عشت الجن المدفون، وبيحسسه دايما أن أنت مدفون وأن أنت مش حاسس بالحياة. الوقت طبعا يعني بينفذ منها. هناخد بس كده نصيحة سريعة من كل أخ فينا، ننصح الناس بإيه أو هم يعملوا إيه في نص دقيقة شيخ سعد كده؟ ننصح الناس بإيه؟ ننصح الناس بينهم طبعا، وبننصح كتير صانع صانع قبل كده، وبننصح برضو انهم ايه ما يذهبوش لاي حد يقول لي اسم الاسم امك ايه، او انه يقول له خد ورقه رشها في البيت، او خد ورقه انت اشربها او استحمى بيها، حتى لو كان يعني قال لك ده او قرأ قرآن قدامه، لا، طالما قال له خد ورقه وفيها طلاسم لا ده يبتعد عنه. وزي ما قلنا برضو قبل كده يا شيخ راضي، لازم يكون المريض عنده نيه. احنا بنقول قلنا احنا عندنا النيه بفضل الله ان احنا بنعالج لله، ولازم المريض برضه يكون عنده نفس النيه. ففضل الله ان يعني ربنا يعني بيجعل الشفاء على يدينا بسبب النيه، وربنا يرزقنا الحسن صدق النيه دائما وابدا. خير شيخ سعد. شيخ جلال، نص دقيقه نصيحه سريعه. تمام يا شيخ راضي. احنا بننصح برضه زي ما قال اخونا الشيخ سعد، الناس ما تروحش لواحد يقول لك اسم امك ايه، تروح لواحد مثلا بأطر معين. احنا بنقول اتق الله عز وجل، خاف ربنا سبحانه وتعالى في نفسك وفي اولادك وفي بيتك،
من أتى عرافا أو صدقه لا يقبل الله صلاته 40 يوما، وإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إحنا بننصح الناس أنها تتقي الله عز وجل ويتقي الله في نفسه أولا، لأنه ساعة ما بروح للساحر بياخد اسمه هو واسم أمه بضره، هو أول واحد بكون مضر هو والله. وفي ناس كتير يعني كان في أخت جات لنا بتتكلم بتقول على موضوع أن هي رايحة تعمل حاجة بالمحبة لزوجها. نشكرك والله. ناخد شيخ حميدة سريعا نص دقيقة بس. نصيحة سريعة. النصيحة اللي بنقدمها لإخواني المشاهدين واللي معانا أننا بنقول لكم اصبروا على العلاج واستعينوا بالله أولا، واصبروا على العلاج لكل من ابتلي بالسحر أو أصيب به، أنك تصبر تستعين بربك أولا، تمام، وتصبر على العلاج ده هو من خلال الكتاب والسنة، وإن شاء الله سيرفع الله عنك البلاء. جزاك الله خير إن شاء الله. ويكون لك الأجر بإذن الله. طيب نصيحتي السريعة بقى، أنا يعني ندعو صراحة يعني لكل الإخوة اللي هم أتونا المركز بتاعتنا، وطبعا نشكر الأخ محمد سلام ربنا يحفظه وبارك فيه اللي هو قائم على صفحة علاج مرض السحر في موحد، ودايما هو أخ يعني عنده همة في العمل، وعنده دي صفحتنا على يعني علاج مرض السحر في موحد. أي حد عنده أي مشكلة أي حاجة إن شاء الله نتواصل معانا، وإن شاء الله نقدر نخلص هذه المادة من جسمه. جزاكم الله خير، وإن شاء الله نكمل الحلقة القادمة بقدر الله تبارك وتعالى. يعني نشكركم على حسن استماعكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Come on.